الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. موضوعنا اليوم العيد بالتفاؤل والاستبشار. العيد تفاؤل واستبشار. العيد ومأخوذ من العود، لأنه يعود في كل عام، سمي عيدا ويتكرر على مر الأيام، سمي عيدا لعوده. وعند الفقهاء سمي العيد عيدا لأن لله فيه عوائد الإحسان على خلقه، هذا التعريف عند الفقهاء. سمي عيدا لأن لله عوائد الإحسان على خلقه. وعند العامة العيد هو الذي يعود على الناس بالفرح والبشر، يعود على الناس بالفرح والبشر، سمي عيدا. كان في الجاهلية أعياد كثيرة، أهل الجاهلية كان عندهم أعياد كثيرة، منها أعياد الأزمنة ومنها أعياد الأمكنة. فأتى الإسلام وهم يقومون بأعياد كثيرة، فكان أعيادهم عند الأصنام التي يعبدون الله عندها، يعبدونها من دون الله. فمثلا كان في الطائف في صنم اللات، وكان في المدينة منات الثالثة العزة، بالمدينة كان منات الثالثة، وكان لأهل مكة العزة لأهل مكة، ومناة الثالثة لأهل المدينة، واللات لأهل الطائف. كانوا يذبحوا عندهم الذبائح ويتخذوها فرحا وعيدا، إلى أن سطع نور الإيمان الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، فتبدلت أعيادهم بالعيدين الذي أتى بهم الإسلام، عيد الأضحى وعيد الفطر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان اللي عم تتغزون عم تلعبوا فيهن؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. فالعلماء قالوا: إذن العيد هو الذي يظهر الإنسان فيه البشرى والفرح لتفضل الله على عباده بالرحمة والمغفرة، عيد الفطر لأنه كان في صيام قبل منه، وعندما يخرجون من رمضان الملائكة تقف على أفواه السكك، على أفواه الشوارع، ويقولون: أغدوا إلى رب
رحيم يمن بالخير ويعطي الجزيل، فمغفرة عامة في رمضان. لما قبل صيامهم استبشروا فكان عيدا لهم. والعيد الأضحى لما كان بالحج ووقفوا فسألوا الله واستجاب الله لهم، كذلك كان فرحهم بمغفرة الله عز وجل لهم، فكان لهم أن يفرحوا بمغفرة الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: دخل أبو بكر يعني والدها وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان. الجارية البنت يلي عمرها لسه 12-13 سنة، لسه ما بلغت، سميت جارية لأنها بتركض كثير، تجري كثيرا. بنتين ما مغنيات لكن قاعدين عم يغنوا ببيت النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل سيدنا أبو بكر عم يغنوا ببيت النبي، شو عم يسووا؟ أتغنيا أم زمار أم زامر الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيت النبي، نبي من السطة، وهن عم يغنوا. فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن وجهه وقال: يا أبا بكر، ذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. بوجود النبي عم يغنوا، النبي مسطح مسطح ومتغطي ببيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. هذا مشهد من مشاهد الفرح بالعيد، مظهر من مظاهر السرور والبهجة في العيد. فصلى الله عليه وسلم قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بالحنيفية السمحة. دين فيه سماح، فيه سمحة، خلي ياخذوا حريتهم، خلي يلعبوا. وغير ذلك في المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم في يوم عيد أتى السودان إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. السودان لما بيلعبوا بإيدهم سيف وبإيدهم ترس، بيلعبوا بالسيف والترس وسط جامع النبي عليه الصلاة والسلام. أيام عيد قاموا عم يلعبوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى عائشة وقال: يا عائشة، أتحبين أن تنظري؟ تحبي تتفرجي؟ قالت: نعم يا رسول الله. فوقف النبي بالباب ووقفت خلفها ووضعت دأنها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، حاطة دأنها على كتف النبي وعم تتفرج. النبي واقف 5 دقائق 10 دقائق والنبي عم يقول لهم: دونكم دونكم يا بني أرفدة، دونكم، يلا عليه، شد عليه، برافو عليك، شد. يعني النبي عم يهيجهم وعائشة واقفة على كتفه عم تتفرج. فالتفت النبي قال: أما كفاك يا عائشة؟ قالت له: قليلا يا رسول الله. شوية رخار تم النبي واقف. تلت ساعة، نص ساعة، حاجتك يا عائشة؟ قالت له: كمان شوية. تم واقف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: كفاك يا عائشة حاجتك. فدخلت
صلى الله عليه وسلم بالجامع، وعما يطلب من زوجته تعي تفرجي حتى يدخل السرور عليها. هاي أيام العيد، أيام الفرح، أيام السرور، أيام ندخل على قلوب أولادنا وأهلنا الفرح والسرور. لحنا هلأ الصالح بيضحي وبيجيب له لمرته الراس والمآدم والحفاتي، اشتغلي فيهم طول النهار قادي على نتفس شعر وعلى شوي وعلى بدها تطبخ له مشان ياكل حفاتي وراس ومآدم. بينما النبي شو عم يقول تعي تفرجي، عم يدخل السرور على قلب زوجته صلى الله تعالى عليك يا رسول الله. فالعيد فرح، وإذا كان العيد فرح لا بد أن نفرح. لكن بإيش بدك تفرح؟ أول شيء العيد فرح، تفرح بمغفرة الله، تفرح برحمة الله، تفرح بفضل الله. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله في عيد الفطر مغفرة للصائمين، وفي عيد الأضحى مغفرة للحجاج، بل لأمة محمد أجمعين. لأنه اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، والحجاج في عرفات قل اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، فمغفرة عامة لكل أمة سيدنا محمد. لذلك لما النبي رأى في يوم العيد رأى رجلا عابسا طالع من بيته حاطط العدة، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض المعبس في وجوه إخوانه. حاطط العدة في يوم العيد، يوم العيد فرح، بدك تخرج من بيتك وانت مبتسم فرحان بمغفرة الله سبحانه وتعالى. فأول كل فرح بالله، فرح بفضل الله سبحانه وتعالى، فرح بأن الله قبلك عبدا من عباده. هي ما حدا بيفكر فيها، الله عز وجل أكرمني أن أكون عبدا من عباده. الملوك ما بتقبل من يكون عندها إلا يلي بتنقيهم تنقي، بتنقي الرجال المخلصين الأوفياء الصادقين أصحاب القوة أصحاب المنعة، هدول تحطهم عندها. فأنت على ضعفك وعلى فقرك وعلى عجزك الله قبلك عبدا عنده. الملوك ما بتدخل لبيوتها إلا أعز الخلق إلها، أنت دخلك لبيته وأعدك ببيته. وأكثر من ذلك فضل الله عز وجل أن أجرى على لسانك اسمه، هذا فرح، هذا عيد. لو يعرف الإنسان شو معناتها الكلمة هي لأجرى كل أيامه وهو فرح بفضل الله. أجرى كلمة لا إله إلا الله على لسانك، وهذه كلمة جعلها أثقل من السماوات السبع والأراضين السبع، مثل ما ورد معنا الحديث البارحة من وصية سيدنا نوح لولده عند الموت، قال أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعتا في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة لأثقلتهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات السبع والأراضين السبع حلقة، حلقة ما في إلها أول وآخر متصلة، نزلت عليهم لا إله إلا الله لقسمتهن، لو السماوات والأرض كانوا حلقة واحدة لقسمتهن لا إله إلا الله. فهي أجرى لسان
على لسانك كلمة لا إله إلا الله من تقبلك عبدا وأجرى ذكره على لسانك، ومن أجرى ذكره على لسانه قبيله أن يكون من أهل مملكته. قبلك تكون من أهل المملكة فيا هنيئا لك، تفرح بذلك لأن الله عز وجل وضع حبه في قلبك، وضع حبه في قلبك، من حبه عم تذكره. يعني ما بيحب الله ما بيذكره. لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام: علامة حب الله كثرة ذكر الله، وعلامة بغض الله ترك ذكر الله. فإذا ألهمك الذكر معناته قبيلك حبيبا له. فيا سبحان الله، ما أعظم العطاء الإلهي! لو درى المؤمن هذا العطاء لأصبح ليله ونهاره في شكر لله وفي فرح على فضل الله الذي أكرم. فغير الذكر الله عز وجل بعد أن خلق الخلق أمرهم بأوامر، وأعظم أوامر الله تعالى الطاعة. أمرك بطاعته، ألهمك الطاعة، ألهمك الطاعة. جيتوا على الجامع بإرادتكم ولا بفضله؟ منصلي بإرادتنا ولا بفضله؟ بإلهامه، بفضله وكرمه. الحمد لله، شكور الله اللي الله جعلك من أهل الطاعة، من أهل التقرب إلى الله عز وجل، حيث وفقك إلى الطاعة. توفيق الله عز وجل إلى الطاعة هذا عطاء إلهي ما أدركه إلا أهل القرب من الله. فمعناته إذا ألهمك الطاعة وألهمك الذكر، وفقك للطاعة وألهمك الذكر، دليل أنه قبيلك عبدا عنده، ومن قبله الله عبدا عنده لا يعذبه، ليس له في نار جهنم نصيب، جعلك في حماية من نار جهنم. والله تعالى يخبرنا ويقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمعناته كتب لك الفوز وكتب لك النجاح عندما أدخلك إلى بيته وألهمك ذكره ووفقك لطاعته. فتحتاج إلى شكر، تحتاج إلى فرح ولا إلى حزن؟ الله يوفقنا. ها العيد، العيد بدك أنت تعيد على هالفضل الإلهي اللي الله عز وجل، يلي الله تحنن وتكرم عليه. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما الإيمان؟ لخص النبي الجواب بكلمتين: ما الإيمان؟ فقال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. شهادة الإيمان كلمتين: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. انتبهوا بس هون في الفرح، إذا فرحت أنه أنت اللي عملت ضاع الثواب منك. بشرح الحديث بنتين: إذا سرتك حسنتك بأنها توفيق الله لك، إذا سرتك حسنتك بأنها توفيق الله لك، وساءتك سيئتك بأنها ميل النفس والهوى فأنت مؤمن. نأخذ فيها قول الله عز وجل في سورة النساء:
أينما تكونوا يدرككم الموت، وإن أينما تكونوا يدرككم الموت، وإن كنت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. تفوجع الكلمة، وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك. السيئة من عند النبي، الحسنة من عند الله. قل كيل، قل كل من عند الله، كل حسنة والسيئة من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فشلون هون بقى عم نقول من عنده وبعدين عم يقول له من نفسك؟ شلون شرحها بكلمة واحدة؟ وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال لهم هذا خطأ. قل كل من عند الله خلقا، كل من عند الله خلقا. الله خلق الخير وخلق الشر، خلق الليل وخلق النهار، خلق العافية وخلق المرض، خلق القوة وخلق الضعف، ومن كل شيء خلقنا زوجين. قل كل من عند الله خلقا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، الدام مكتوب توفيقا، فمن الله توفيقا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك اختيارا، أنت تختار الخطيئة، أنت تختار المعصية. ما أصابك من حسنة فمن الله توفيقا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك اختيارا. لذلك الله يؤاخذك على فعل الخطيئة لأنه أنت اخترتها، يؤاخذك على فعل المعصية لأنك أنت اخترتها. الله خلق الليل لكن ما أمرك أن تعيش في الظلام، خلق المرض لكن ما أمرك أن تعيش في المرض، خلق لك الدواء، خلق لك النور. كذلك خلق الشر ونهاك عنه. ليش كان خلقه؟ خلقه مشان نفحص إيمانك، هل أنت صادق في محبة الله أم لا. فخلق النفس والشهوات والملذات، فبدنا نفحص أمانتك أيها الإنسان. معلم عنده صناعية أو أجرة، بده يفحص إيمانهم، بده يفحص أمانتهم. شو بيعمل المعلم؟ هو ماشي بيرمي 50 ورقة، بيرمي هون 100 ورقة، وبيقعد بده يراقب مين اللي بيقيمها. فالصانع أمن 100، ما في حدا حطها بجيبته، إذن هذا قليل أمانة. عشان المعلم بياخد حذره منه. هذاك جاب 50، قال له معلمي هي لقيتها أنا بالدكان، ما بعرف من مين. هذا أمين، عرف الأمين من الخائن. فالخائن بيصرفه والأمين بيدلله بكرمه. فالله عز وجل خلق الشر إذن مشان فحصك. الله يعلم أنك ما تفعل، لكن حتى أنت تعرف حالك. لما فعلت الخطيئة مشان أنت تقيم الحجة على حالك، إذا عذبك أنت الذي اخترت هذه الخطيئة. فإذا العيد إذن هو يا إخواني، إذا سرتك حسنتك، عملت عمل الحمد لله، هلا جيتكم على الجامع فرحانين فيها، أنتم فرحانين فيها الحمد لله، ما لي شايفكم عم تبتسموا بسمة، افرحوا بفضل الله. قل بفضل الله
وبرحمته فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا جل جلال الله. فالعيد إذن فرح المؤمن، مؤمن بده يفرح بفضل الله عليه، مؤمن بده يفرح بكرم الله عليه، بده يفرح بشارة بأن الله كتب له السعادة. هلأ لو سألتكم مين اللي الله كاتب له السعادة منكم؟ مين الله كاتب له السعادة؟ يرفع ايده لشوف. كلكم الحمد لله الحمد لله. شو الدليل انه الله كاتب لكم سعادة؟ اولا نص من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، طه. طه مين طه؟ يعني يا إنسان طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما هيك أولا طه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا ما نزل القرآن للشقاء، إذا لإيش نزل؟ نزل للسعادة. الله أكبر، هي أول نص من القرآن. طيب وانت هلا فرحان انه انت سعيد؟ نعم سعيد، لان الله عز وجل اذن لي ان ادخل بيته، سعيد اذن لي ان احضر مائده القران، كلام الله اذن لك ان تحضر مائده القران، سعيد ان الله عز وجل اذن لك ان تجالس المؤمنين، مجالسه المؤمنين فلك لك أجرهم ولك ثوابهم، جعل لك فرح بيوم عيد تلتقي به بأهل الإيمان. الحمد لله، إذا الله أكرمك بنظر إلى مؤمن فمعناته أنت من أسعد السعداء. يعني أنا ما أعتقد في حياتي، وهي عقيدة أتقى الله فيها، أن ما واحد جالس شيخنا ونظر إلى شيخنا إلا الله بيجعله من السعداء، أي يقين. والله كما أني أتيقن بوجودي الآن، أتيقن بهذه الكلمة، أن كل من جالس شيخنا ونظر إليه أن الله يسعده ويسعد ذريته، إلا إذا بدل وغير. أما من استقام ذريته، هو وذريته الله بيسعدهم، هذا على يقين، هذا ما جاي من الهوى، يقين من أحاديث رسول الله ومن القرآن كل فهمانها. من جالس أحباب الله وأولياء الله ونظر إليهم كان معهم في الدنيا وفي الدار الآخرة. ويكفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يؤتى بالعابد والعالم، فيقال للعابد ادخل الجنة، عم يصلي يسم لحاله نروح فوت على الجنة، ويقال للعالم قف ما في فوت حتى تشفع لمن تبعك بما أحسنت أدبه. الحمد لله، نشكر الله على ما أنعم، هي سعادة، هي السعادة. لذلك لما أجا واحد للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله، النبي قاعد بين الصحابة، يا رسول الله متى الساعة؟ النبي ما رد عليه، رد أحد شوي بس فز، يا رسول الله متى الساعة؟ رد النبي ما رد عليه. ثالث مرة، يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي قال له ماذا أعددت لها؟ عم تسأل عن الساعة، أنت شو هي هيئت لها؟ ما أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، لا عم صلي كثير ولا بصوم كثير، غير أني أحب الله ورسوله، ما عندي غيرها. فابتسم النبي وقال المرء مع من أحب. قال أنس فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بمثل هذه الكلمة،
فإني والله أحب النبي وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يجمعني بهم وإن لم يكن عملي مثل عملهم. فالحب ماذا أعددت لها؟ قيام الساعة شو أعددت لها أنت؟ ما جاي لبالي. ممكن كان مفكر أن يقول له بعد جمعة، بعد شهر، بعد سنة، قال له ما أنت شو مهيئ لها؟ إذا قامت القيامة شو مهيئ لها؟ قال له والله ما في شيء، صلاة وصيام ما في أكثر من أني أحب الله ورسوله. فقال له أنت مع من أحببت، في رواية المرء مع من أحب، هذه نص البخاري رضي الله عنه. وأما ما ورد في السنن يحشر المرء مع من أحب، في سنن الترمذي وأبو داود والنسائي يحشر المرء مع من أحب. رواية البخاري أوسع، المرء مع من أحب، مع من أحب في الحشر وفي الجنة. أما الحديث الثاني حديث السنن بالحشر معهم، إذا كان بالحشر معهم بده يكون بالجنة معهم كمان. فلذلك أنت مع من أحب، أنت مع من أحبب، لمين بتحب؟ الله عز وجل يجعلنا من محبين رسول الله. وأنا والله بحكيكم، والله لو ما محبة النبي ما حدا منكم إجا لهون، لو ما أنه بتحبوا الله وبتحبوا النبي والله ما جيتوا على الجامع. ساعة نوم تسوى تركتوا نومكم وتركتوا راحتكم وتركتوا وكنتوا أحييتوا الليلة وكذا، تركتوا وجيتوا، لولا حب الله ورسوله لما أتيتم. فأبشروا أنت مع من أحببت، هذه بشارة العيد، أبشروا فأنت مع من أحببت. وحتى يكون لها كمان بشارة، قال عليه الصلاة والسلام، هذا خصوصي لكم، الحديث خصوصي لكم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على عباده، إن الله يطلع على عباده فيقول، يعني للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء، انظروا إلى عبادي هؤلاء اللي أنتوا هلأ قاعدين، يذكروني ويخشعوني بالغيب، يذكروني ويخشعوني بالغيب، ولم يروني، انظروا إليهم. لمن الله مخاطب؟ ملائكة. انظروا إليهم، شوفوهم، شو قال؟ شاخصة أبصارهم، شاخصة أبصارهم إلى رجل منهم يقص عليهم آياتي. انظروا إليهم شاخصة أبصارهم، موجودة فيكم هي هلا، لمين؟ إلى رجل منهم يقص عليهم آياتي ويذكروني. عم تذكروا الله هلا؟ لما عم نقول الحمد لله. طوبى لهم، طوبى لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم، أشهدكم بأني قد غفرت لهم ذنوبهم. بالله عليكم بدها فرح ولا لا؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحلية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان أشهدكم، انظروا يا ملائكتي، انظروا إليهم شاخصة أبصارهم إلى رجل منهم
يقص عليهم آياتي ويذكروني طوبى لهم. قولوا لا إله إلا الله. كان حقه الحديث ويذكروني طوبى لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم. اللهم لك الحمد. هذا العيد، هذا العيد هل عيدتوا؟ هذه هدية، هدية العيد لكم. هدية ثانية، بالعيد بدكم تاخذوا الهدايا، بدكم تصلوا الجمعة اليوم. بعد صلاة الجمعة شو بدنا نساوي؟ ترجعوا إلى بيوتكم إلى العصر. مين منكم بيحب يعمل عمل خفيف يدخل السرور على أهله؟ تعملوا عمل خفيف، اشتري لك شوية بزر، خدهم لمرتك. مرة بتحب تفصفص بزر، خد لك شوية قضامي، خد لك شوية حلو لزوجتك، خليها تفرح. واسمعوا هالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن أدخل على مؤمن سرورا، ما من مؤمن أدخل على مؤمن سرورا إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا. هذا السرور اللي دخلته عليه الله بيخلق منه ملك من الملائكة، ملكا يعبد الله ويمجده ويوحده. سبحان الله، ما بيجي لباله الإنسان يعني عمل خير وعمل معروف، ما بيعرف إنه شو صار من وراها. النبي عم يحكيكم بس ما حدا صلى على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد يلي عم يحكينا على المغيبات اللي نحن ما بنعرفها. هذا شيء غاب عنا، نحن ما بنعرفه. خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله ويمجده ويوحده. فإذا صار المؤمن في لحده، لما بتدخل لقبرك، توفى نزلوا على القبر، أتاه السرور الذي أدخله عليه، يلي أدخله على هالمؤمن، بيجي السرور. فيقول له: أما تعرفوني؟ ما بيعرف منين بيعرفه. فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على فلان. معروف اللي عملتم مع فلان، اللقمة الطيبة اللي دخلتها لعند زوجتك فرحتها، أنا السرور الذي أدخلته على فلان. ألا تعرفني؟ فيقول له: أما تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على فلان. يا أهلا وسهلا، خير. فيقول: أنا اليوم أؤنس وحشتك، أنا اليوم أؤنس وحشتك وألقنك حجتك. شو الحجة في القبر؟ لما الملائكة بدنا يقولوا لك من ربك وما دينك، هو بلقنك الحجة، تنقيل يعني بنقلك
التنئيل بالقبر، نعم، وألقنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت. الله أكبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في الآخرة، السرور. وأثبتك بالقول الثابت، وأشهد بك مشاهد مشهد القيامة. بكرة بالقيامة تخرج من القبر، أنا بكون معك. السرور، الناس كلها تحت الشمس وافي وأنا بكون معك، سرور داخل، السرور عليك. وأشهد بك مشاهد القيامة. بعد قال وأشفع لك إلى ربك، وأشفع لك إلى ربك، وأخيرا وأريك منزلتك في الجنة. الحديث رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، كتاب اسمه قضاء الحوائج، ورد هذا الحديث فيه. يلي كتبته الحديث، إذا بدنا نقيم كلام النبي ما بتقيم، لكن بيننا شو بيسوى الحديث؟ يا ترى الدنيا كلها تساوي هالحديث؟ لا والله. وثبتك بالقول الثابت في القبر أمام الملائكة، وأشهد بك مشاهد القيامة، وأشفع لك إلى ربك، وأريك منزلتك في الجنة. شو بتكون أعظم من هيك؟ معروف إحسان فعلته مع أخ من الإخوان، دخل سرور على فلان. اللهم إني نويت إدخال السرور على قلب فلان، بدخل لبيته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجزيه عني أفضل الجزاء، عم يدعي لك في ظلمات الليل. خلق الله من هذا السرور ملكا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الحق، كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله ويمجده ويوحده. فإذا صار المؤمن في لحده، يعني في قبره، أتاه السرور الذي أدخله على صاحبه أو أخيه أو أهله، فيقول له أما تعرفني؟ وحدك بالأمر، ما في حد قدامك، أجا واحد بهالجمال والفرح، ما بتعرفني؟ هو مين أنت؟ مين أنت؟ أنا السرور اللي دخلتني على مرتك يوم من الأيام، كان زعلانة دخلت السرور على قلبك، دخلت السرور على أمك وأبوك كانوا زعلانين، دخلت السرور على قلبهم ليلة العيد. الله أكبر. هذا السرور، قال له أنا السرور اللي دخلته عليهم. إيه أهلا وسهلا، خير؟ فيقول أنا اليوم أؤنسك، أنا اليوم أؤنس وحشتك، أنت لحالك، أنا لح أكون أنيسك. سرور رح يقعد أنيسك، معناتها في حزن ولا بده يتم في سرور. أنا اليوم أؤنس وحشتك وألقنك حجتك. تجي الملائكة، من ربك؟ يقول لهم ربي الله لا إله إلا هو. ما تقول في هذا الرجل؟ يقول لهم هو محمد رسول الله، نبي ورسولي، أتانا بالحق، أتانا بدين الحق، بلغنا كلام الله. بل احكي لهم عم يبلغ. وألقنك حجتك، في تنئيل بالقبر؟ صلى الله عليك يا رسول الله. والله يا اخواني، لو من تم نصلي على النبي حتى ينشف الريق من تمنا، ما منوفي النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجزيه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته. وألقنك حجتك،
وأثبتك بقول الثابت، هاي الحالة بتكفي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأشهد بك مشاهد القيامة، وأشفع لك من ربك، وأريك منزلتك في الجنة. هذا العيد يا أخواني، العيد إذن إدخال السرور، وأفضل سرور تدخله على الأطفال، على الأطفال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة قصرا لمفرح الأطفال، إن في الجنة قصرا لمفرح الأطفال. صلى الله عليك يا رسول الله، قصر خصوصي لهاللي عم يفرح الأطفال، فرح الأولاد الصغار. هلا الولد بيش بيفرح؟ بيفرح طعم بوحدة شغلية طيب تبع شو اسمها سموه أكلة طيبة، بيفرح بوحدة، عطيته وحدة بيفرح كيف. جبت له سيارة صغيرة كترجة بيفرح فرح، دخلت السرور عليه. فأنت إلك قصر في الجنة. صلى الله عليك يا رسول الله، إن في الجنة قصرا لمفرح الأطفال. فإذا الأطفال في إلك قصر، فالزوجات شوفي إلك، إذا فرحت زوجتك، إذا فرحت أمك، إذا فرحت أبوك، شوفي إلك هذا السرور الذي تدخله على قلب والديك أو على قلب أهلك وأولادك. اللهم صل على سيدنا محمد. هكذا يكون العيد بالفرح. لذلك هلا في بالعيد بعض الناس بيحمل فراطة بجيبته، بيعطي الأولاد فراطة، بيعطي هذا بيعطيه 25، هذا بيعطيه. هذا يا أحبابي خطأ. بيتعود الولد كل واحد بيجي لعند أبوه بده يجي لعنده يقول له أعطيني، فبدك تعطيه ولا بدك عطي أبوه قل له أعطيه، خلي أبوه يعطيه، خلي أمه تعطيه، ما أنت تعطيه، حتى ما نعود الولد يصير كل واحد إجا لعنده يقول له أعطيني أعطيني، فبيظن أنه كل واحد بيجي بده يعطيه. فمن الولد صار الولد شهواني للمال، تكون أنت اللي عودته. بيمتج لأبوه بيقول له خذ هاي 25 أعطيها لأبنك، خلي الولد يأخذها من إيد أبوه، ما بيأخذها من إيد الغير. هذا لازم نتعلمها دائما. بده يعمل واحد بده يعمل معروف، بدك أنت تتصدق صدقة، قلت تعي يا ابني خذ هاي أعطيها للفقير. عود ابنك بإعطاء الفقراء، عود ابنك بأخذ الخير وأن يؤسر غيره. قال له أنا لها طعميك الأكل الطيبة، طعميها لأخوك تعال أعطيك أحسن منها. نعوده أنه يحسن لأخوه ويطعمي أخوه قد ما هو يأكل، طعميها لأخوه تعال أعطيك أنا أحسن منها. طعمها لأخوه إجا بتعطيك تنتين، قال له هي مشان طعمت أخوك. هكذا تتربى الأولاد بالإحسان بين بعضهم البعض. أما أعطينا هذا أعطينا الثاني، لا تقول لأخوك أعطينا هذا، بيروح نشوف أبوك شو أعطاني، قلت لك لا تقول له، ما بسكت الولد. بيجي الولد زعلان تعطي أخي ما بتعطيني. فنعطي الأب أو نعطي الأم وهن بيدفعوا للولد. أنت دخلت السرور على اثنين، على الأب وعلى الابن، حتى تكون ممن اكتسبت هذا المقام. والشريعة الإسلامية الله الله جعلت في العيد مظهر الفرح، جعلت في العيد مظهر السرور. فبعيد الفطر قال لك بتطالع زكاة الفطر، تحسن زكاة الفطر
إلى الفقراء حتى يتساوى الفقير والغني في العيد، هذا عنده أكل وهذا عنده أكل. أما هذا فقير أولاده عم يبكوا وهذا أولاده طالعين بالفواكه أشكال ألوان عم يأكل فيها بالطريق، هذا منظر الله يبغضه. بدنا نحسن الفقير. ففي رمضان قال بطالع زكاة الفطر قبل العيد حتى نجبر خواطر الفقراء. في عيد الأضحى قال ضحي وزع على الفقراء، خلي الفقراء يأكلوا لحم، ما عم يأكل الفقير لحمة، ما لحمة، ما عم يلحق خبزة وشاي، ما عم يلحق يأكل. الله يعين الناس يا جماعة، الله يعين الناس. فأكرم باح والله الخروف حقه 50 50. طيب 50 أغلى عندك ولا أن تجوز الصراط من غير أن تتعثر وتزل في النار أخف؟ أنه أحلى تدفع 50 وتنجو إلى الجنة ولا بتتعثر تتزحلق بالصراط توقع في جهنم أفضل؟ أنه أفضل؟ لا والله بدفع مو 50، بدفع 50,000 وما بس ما يتزحلق، أنه الصراط على نار جهنم 3,000 سنة طوله. هيك النبي قال الصراط 3,000 سنة، 1,000 صعود و1,000 استواء و1,000 هبوط، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف. بدك تمشي عليه المؤمنين والله شي بيخوف. قال غير أن المؤمن يراه كعرض الدنيا، كعرض الدنيا كأنه عامل خيرات كثيرة لذلك بيركض عليه ركيد، والنبي واقف على باب الصراط كل ما دخل واحد يقول اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. بدك تجوز الصراط مين الخير وضحي. والنبي قال عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. كسؤال هلأ، بتجيب لعيالك 5 كيلو أو 10 كيلو حلو ولا بتضحي؟ نجيب حلو للعيد ولا منضحي؟ بتضحي. حق الحلو قديش؟ حق الكيلو 1,000 1,500 أظن 3,000 صار حق الكيلو، 5 كيلو 15,000 يعني، وإذا بدك تجيب 10 صاروا بحق 10 كيلو حلو بتجوز الصراط إلى الجنة. والحلو لا تكتروا منه اسمعوا منه، إذا بدك تأكل قطعة واحدة، أما من البلورية ومن البقلاوة ومن الكنافة ومن هاي شافة ومن هاي شافة صار معك مرض سكري وانت ما لك حاسس على حالك. كتر السكر بينقلب في الدم ما بقى ينهضم. الله عز وجل جعل لك في بطنك جعل لك يلي بيفرز الانسولين بنكرياس، يلي بيفرز الانسولين أكلت حلو 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 ما عاد عنده أنسولين، فإذا ما عبى في أنسولين يدخل السكر إلى الدم صار معه سكري. كل حياتك بدك تأخذ أدوية، كل الحياة بدك تأخذ أدوية، وإلا إذا ارتفع السكر بيضرب العين، أول شيء بيضرب العين بيعمى. أمراض السكر أمراض كثيرة، خليكم دائما على الوسط، كل ولا تحرم حالك. انا معي سكر، كل واحد معه سكر، باكل حلو، لكن اذا بدي اكل عنب 5 عنبات باكل، بدي اكل تين 3 تينات باكل، معين على حالي.
ثلاث تينات، خمس عمبايات، نصف تفاحة، شافت بطيخة، ما في مانع. أما من الحلو بأكل قطعة واحدة بالجمعة، بالجمعتين قطعة، هاي ما بتسر. فكل لا تحرم حالك، بس خليك بالوسط، دائما اتخذوا الوسط في الحلويات، في الأكل، في الشرب، دائما خذ الوسط. فنحن هلا بنشرب الشاي، نحط لكاسة الشاي معلقتين سكر، بعد الشاي فنجان القهوة معلقتين سكر، صاروا أربعة. بعدين بدنا نشرب كاسة الليموناضة، كان معلقتين سكر صاروا ستة. بدك 50 جرام سكر، جسم بالنهار بيصرف 50 جرام سكر، ما هي 50 جرام يعني ربعه إيه بكفي، ربعه إيه. أما تأخذ نصه إيه، في منهم كاس الشاي بيحط نصه سكر، هذا إفراط هذا. فيعني أنت معناته عم تجلب لنفسك الألم والسوء حاصل. فهي لازم نعرف، يعني هي اجتكم لازم تنتبهوا يا ابني للحياة، خاصة يا اخواني اللي بيبلغ عمره من فوق 40 سنة. متى ما صار عمرك من فوق 40 سنة سمين خففهم، سمين ابيض، السكر والملح، هذا سم وهذا سم، خفف الملح خفف السكر. تخفيف الملح ما بيصيبك ضغط، تخفيف السكر ما بيصيب معك مرض السكر، بتعيش حياة 70-80 سنة وانت في كل سعادة بفضل الله. اما هذا صار معه سكر شاخ قبل خطير قبل ايامه، وهذا صار معه ضغط انطلع الضغط خطر ونزل الضغط خطر. خليكن دائما بالوسط، هذا من العيد. إذا بدك تعيد خليك دائما، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا، لا تأخذ زيادة ولا نقصان، العدل، تمشي حياتك كلياتها وأنت على كرامة. فالله يوسع علينا ويكرمنا بكرامة الدنيا وكرامة الآخرة. العيد تفاؤل، وإياكم واليأس. العيد تفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوه، دائما تفاؤل. الله يرضى عن شيخنا، شو كانت حياته كلها تفاؤل، شيخنا كان حياته كلها تفاؤل. أبشروا، الإسلام بده يعود، الإسلام بده يرجع، وهذا حقيقة. أبشروا دائما، خليك دائما في فرح، الله بده يفرج، الله بده يكرم. أما دائما زعلان، دائما حزنان، خاصة هلا بالعيد بده يروح يزور جور، يقول والله المدافع فوق راسنا، والثاني والله ما عم يخلونا نمشي من هون لهون، عم هوياتكم هون. ما بيستبشر دائما ايش حاطط الحزن، في ابني تفائل، فان الله عز وجل بيفرج ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. إياكم واليأس يا ابن، قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إياك واليأس، إمتى الفرج؟ إمتى الفرج لك يا ابني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم، إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. الله له قانون في الحياة، في له تقدير في الحياة. فمدك دغري ليش؟ إمتى الله بده يفرج؟ ولا إمتى بدنا نصبر؟ ما بدنا نقعد بالبلد، بدنا نسافر. طلع سافروا، ركب الشختورة، غرقوا الشختورة بمن فيها، 500 واحد غرقوا فرد مرة، كلهم رجال ونسوان وكبا غرقوا، انه هرب غريبة، هرب
من الموت الأصغر إلى الموت الأكبر. ليش لحتى تيأس بين الفرج وبين المصائب كما بين البياض والسواد، بين سواد عينك وبياضة قديش فيه؟ هذا ما بين الشدائد وما بين الفرج. وكم من إنسان وقع في نهاية الشدائد فجعل الله له من الشدائد فرجا. قديش الأم بحملها تتعذب، تتعذب شد المرض، شد الوجع، شد الألم عليها. أخذوا على المستشفى، شدي نزل الولد، ارتاحت خلاص، بصرخة نزل الولد، الله فرجه. ما بين غمضة عيني وانتباهاتها، لا تيأسوا يا أبي، لا تيأسوا. الفرج أقرب من السواد إلى البياض، لكنك تستعجل، تستعجل إمتى؟ الله لما خلقك ما خلقك بعجلة. وإن كان الآية القرآنية خلق الإنسان، خلق الإنسان من عجل، يعني هو بيحب يستعجل. الله خلقك بتسعة أشهر وقادر، كن فتكون يخلق. فخليكم من غير يأس، خليك دائما أظهر التبسم، دائما تبسم. كان صلى الله عليه وسلم متوالي الأحزان، كان متوالي الأحزان، وكانت البسمة لا تفارقه صلى الله عليه وسلم. أحزان يهود من ناحية، النصارى من ناحية، المشركين من ناحية، والمنافقين من ناحية، كلهم أعداء بدهم يخلصوا من النبي، والنبي بسام. متوالي الأحزان وهو يبتسم صلى الله تعالى عليه وسلم، كثير التبسم. والتبسم لا إله إلا الله يجعل في الإنسان فرح داخلي، يبتسم. أما تحط الأيدي، ما روي النبي عابسا أبدا صلى الله عليه وسلم. فاللي بده يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يتخلق بالبسمة، كان قابل الناس وأنت تبتسم. أديش عليها ترابية؟ أديش عليها حراسة؟ أديش عليها ضريبة؟ كشر شوي بشفافك، ما بده لا ضريبة، ابتسم، السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا بالبسمة صلى الله عليك يا رسول الله. فلذلك ابن العيد كسرة التبسم، ما تعد تقتل فرحة الأطفال أو فرحة النساء، تقتلهم بالعقل تبعك. فايت أف وطالع أف، طيب لا إمتى وشو بدنا نصبر وشو صاير فينا، ما نكون عارفين شو صار. في إخوان هيك بيجوا من أول ما بيجي، والله يا سيدي عملوا معنا كذا وسووا معنا كذا وحطونا كذا، لك يا ابني جاي عندي في لك حاجة ولا جاي تفرج فرق كل همومك عندي؟ يعني أنا عندي هموم الأخوان كلهم، كمان أنت في هيك؟ ما أطلع أحباب الله عز وجل يسامحون، بغير برد بيرجع، برد بغير برد بيرجع. طيب بعدين قلت لك يا حبيبي ما في غيرك اللي عم بهي؟ قال لي لا والله اختار لي. طيب ليش كل ما عم يشكو انت بس عم تشكي؟ ليش عم تشكي كل هالشكايه هي؟ خلي لي يا ابني فائل. راح الغضب، راح الغضب وراح الكذا، راحوا الغضب. ايمانك موجود ولا راح ايمانك كمان؟ ايمانك مقيد بالغضب اللي راحوا ولا ايمانك مع الله؟ ما جاي لباله هالسؤال لا. فخلي ايمانك بالله، راحت الدنيا راحت، مؤمن بالله انه موجود، الله هو الرزاق، نعم، يرزق غير يلي راح، نعم، بيعوض عليك، نعم، ليش تزعل؟ فخليكم دائما في حالة سرور، في حالة ابتسام، لا تجعل دائما هيك غضبك وزعلك
وحزنك خاصة بالعيد، بالعيد لا تذكروا محن. متى ما ذكرتوا المحن ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام دي حفظكم يا الحديث لا. إن لله تحت كل محنة منحة، إن لله تحت كل منحة محنة، محنة منحة مين حفاظ؟ إن لله عيدوا لشوف، إن لله تحت كل محنة منحة، محنة في وراها هدية، في وراها عطية، في وراها كرامة إلهية، في منحة. ليش كلها انتحاز حزين؟ شايف المحنة وما لك شايف المنحة اللي جايتك؟ شو المحنة؟ المحنة بلاء والمصايب والنكبات، هي محنة. شو المنحة اللي وراها؟ مغفرة الذنوب، ستر العيوب، رفعة الدرجات، قبول الطاعات، محو الخطيئات، جعلك مع الشهداء، مع الصديقين. طيب كل هذا ما عجبك؟ كلهم ما عجبوك بس شيء اخ واخ. في اخوان كثير هيك مساكين، فلا تجعلوا يا ابني ما تطفئ بسمة العيد وفرحة العيد بالاولاد وبالزوجة وبالجيران، لا تطفئها بهالحزن واليأس وعدم الرضا بقبول بقضاء الله سبحانه وتعالى. بتضيق على مشاعر الناس مشان خاطرك؟ لا يا ابني، وسع، خلي الناس كلياتها في بسمة. ما بس انت متضايق، كل الناس متضايقة، كل العائلات متضايقة، ما في عائلة إلا أصيبت. والحمد لله، أراد الله لمن أصيب المغفرة، وأراد الله لمن صبر الأجر. من أصيب الله أراد له المغفرة، ومن صبر أراد الله له عظيم الأجر بالصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تفضل على الجنة من غير حساب، فوت لأنك صبر. إذا ما في صبر يضيع على حاله. ففي ناس بأيام العيد بدل ما يضحك بيتم دائما هيك عم يشدد، وصار بعض الصالحين الله يرحمهم ويرضى عنهم صالح من غير علم، يعني أنا ما برضى بهالعمل هذا، صالح ومتعبد وصائم لكن من غير علم. طب كان إذا أجى رمضان، أجى العيد، شاف جماعة عم يضحكوا، ليش عم تضحكوا؟ من قبل صيامكم، ما هيك لازم تقبلوا القيام؟ قبول الصيام ما هيك، وإذا ما قبل صيامكم لازم تعدوا تبكوا. أيام عيد نقعد نبكي؟ هيك بده شهر بعيد الأضحى حاطط العيدة عم يبكي ليه؟ قال ما بعرف أنا قبلت ولا مالي مقبول. هذا جاهل ولو عم يتعبد. والحديث النبي قال المتعبد بدون فقه كالحمار في الطاحون، عم يدور على بكرة العشية محله ما تقدم. ما بعرف إنه قبلت ولا مالي ما قبل. ليش أنت عم تعمل مشان قبلت ولا ما قبل؟ أنت عبد مطلوب منك تأدي الفرض، فأدي الفرض وبقي على فضل الله. ما لنا أسأل مقبول ولا غير مقبول، عليك أن تتفقه في أداء الفرض. كيف تؤدي الفرض؟ أدي فرضك كما أمر وترك البقية على فضله. ممكن يقبل بشيء قليل. أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي يلي كان قاسم الليل 3 أقسام، ينام الثلث الأول
التلت الأول للعلم، ينام التلت الثاني، يفج التلت الثالث للإحياء، يحيي دليل. إلا لما كان ماشي في الطريق الأولاد عم يلعبوا، فالأولاد قالوا مين هذا مين هذا؟ قالوا هذا الذي يصلي كل ليلة 100 ركعة. قال سامحه الله هذا الغلام، والله لقد أتعبني، هو عم يقول أنا مصلي 100 ركعة وأنا ما مصلي، صلي كل ليلة 100 ركعة. فأبو حنيفة بهالعبادة والطاعة والفقه واللي استنبط الأحكام الشرعية من القرآن من الأحاديث، شافوه بعد الموت في المنام، قالوا له يا إمام ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. غفر لك بإيش؟ بالصلاة والصيام؟ قال لا، لا صلاة ولا صيام. كان بإيش؟ قال بقول الناس فيا ما ليس فيا، الناس حكوا علي شيء ما موجود فيه، فالله غفر لي بكلام الناس. تيجي بباله الواحد هاي انه عم يحكوا عليك تغفر ذنوبك يا ابني. هاي سيدنا الامام احمد الرفاعي رضي الله عنه وارضاه، شافوه بعد الموت في المنام، ما فعل الله بك يا سيدي؟ قال لهم غفر لي. احكي لنا بايش حتى نعمل مثل حكايتك. قال اوقفني بين يديه، اسمعوا هذا سيدنا احمد الرفاعي يلي صار له 800 سنه وطريقه قائم بالبلاد، بالشام افغانستان وتركستان والهند واندونيسيا، كله الطريق الرفاعي قائم شرق وغرب، بإيش؟ قال أوقفني بين يديه فقال بما أتيتني يا أحمد؟ شو جايبنا معك؟ هات لنشوف. مسافر لما بيجي بيجيب معه هدية، بما أتيتني يا أحمد؟ قال يا ربي أتيتك بصلاتي. قال أنا وفقتك لها يا أحمد، أنا وفقتك للصلاة، أنت صليت؟ إيه والله صح، صدقت يا رب. شو في غيره؟ قال بصيامي يا رب. قال أنا قو أنا صبرتك عليه، لما صبرتك على الصيام تحسن صوم. قال يا ربي أتيتك بقيام الليل. قال يا أحمد أنا أيقظتك له، أنت فئت ولا أنا فيأتك؟ الله هذا نشوف. قال يا ربي أتيتك بزكاتي. قال له يا أحمد أنا زهدت المال في نفسك، لو خليتك تعشق المال ما بتحسن طالع قرش، مين اللي زهد المال في نفسك؟ الله الله. قال يا ربي أتيتك بحجي، حج ماشي من بغداد إلى مكة. قال يا أحمد أنا قويتك عليه، لما أعطيتك القوة بتحسن تصال؟ لا والله ما بس. شو في غيره؟ قال يا ربي أتيتك بعلمي. قال يا أحمد أنا وهبتك زكاءه، لما أعطيتك الزكاة بتحسن تحفظ العلم؟ لا والله. غيره؟ قال يا رب أنا أتيتك بتعليمي، علمت الناس. قال يا أحمد أنا أجلست الخلق بين يديك، أنت جبتهم؟ أنا اللي بعتهم، بعت لك ياهم. يا لطيف ما بقى في شيء. بحبش. قال يا ربي أتيتك بالتوحيد، ما بقى في غيرك، لا إله إلا الله أتيتك بها. قال ولا يوم اللبن يا أحمد؟ قال يوم الأيام شرب شوية حليب، صابوا مغص، قال سبحان الله أصابني المغص من هذا اللبن للحليب. قالوا المغص من الحليب ولا مني؟ ولا يوم اللبن يا أحمد؟ قال يا ربي إذا أنا هالك، ما بقى في شيء. قال أنت عندنا لست بهالك،
ولكنها منادمة الحبيب لحبيبه. بقى يا وين يا ابني هدول أكابر أكابر، وين صلاة وصيام وزكاة؟ لا تشوف حالك لك يا ابني. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. لا إله إلا الله. فلذلك يا إخواني ما بدأ بالعيد لا عقدة ولا نذكر المحن ولا نذكر المصائب، خلينا بالعيد على فرح وسرور، وأينما دخلت أدخل السرور على قلب الموجودين. هلا لو واحد دخل إلى بيت أخ زيارة بالعيد، السلام عليكم وعليكم السلام، أهلا وسهلا، قال له جاي بشرك خير، بشارة غالية، بشارة غالية، خير شو البشارة؟ قال له جاي بشرك بأن الله غفر لك. شو البشارة؟ من قال لك؟ قال له أنا جايب لك بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الله غفر لك. قديش بيدخل على قلبه من السرور؟ شلون شلون؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا المؤمنون في عرفات غفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج. أنت مسلم؟ نعم. مؤمن؟ نعم. بعرفات قالوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فشمل الله كل المؤمنين بالمغفرة. أبشر. صحيح؟ صحيح. هي بشارة، دخل له بشارة. أما فايت إنه شو هالحياة اللي صار فينا؟ شو بدنا نساوي؟ بدنا نسافر؟ طول بالك، قال له طول بالك. هلا أنا بدي دخل السرور على قلبكم. هلا الحمد لله، أبشروا يا إخواني، أبشروا بفضل الله، أبشروا بفضل الله. يا ملائكتي انظروا إليهم، انظروا إليهم، ينظرون إلى أبصارهم شاخصة إلى رجل منهم يقص عليهم آياتي. اشهدوا علي أني قد غفرت لهم ذنوبهم. مو بشارة هاي؟ بشارة مو مني، بشارة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك بدنا نكون في أيام العيد بدنا نكون كلياتنا على فرح وعلى سرور، وننسى ننسى المحن، نذكر بأن وراء هذه المحن شو في منح، منح وراء المحن في منح. يلي بيعيش بشوف، يلي بيعيش بشوف، ما في محنة إلا وراها منحة، والمنحة هو عزة الإسلام ونشر الإسلام. هذا هي المنحة، عزة الإسلام ونشر الإسلام ونشر الأمن والرحمة على جميع الخلق. أبشروا ولا تخافوا. إمتى؟ بتقدير الله، ما بتقديرنا، بتقدير الله عز وجل. وسوف يكون، والإسلام سيعم العالم، سيعم العالم. هي بشارة شيخنا، وأنا عم أكرر البشارة لأنه أتيقن يقين بكلام الله وكلام رسوله. اليوم أكملت لكم دينكم. كمال الدين أن يكون في بلد ولا في كل البلدان؟ كمال في بلاد المسلمين بس ولا في كل البلدان؟ وقول النبي لا يبقى بيت شجر، بيت خشب، ولا وبر ولا حجر إلا ويدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فكلام النبي، الله ما خيب النبي بكلمة لهي بخيبه فيها، فبدي ينتشر الإسلام. لذلك أبشروا، أبشروا،
لكن اذا بده ينتشر الاسلام انت يا عمي شو حملت للاسم الاسلام؟ شو حملت لحتى تبلغ؟ بدنا ننشر الاسلام بكره. بكره بيجوكم الفرنسيين بدهم يسلموا، الالمان بده يسلموا، امريكا بدها تسلم. شو انت حافظ من الاسلام؟ شو بدك تعلم من الاسلام؟ ما لك متعلم شيء. الله يسامحنا ويسامحكم. بدنا انت هلا تتعلم. ما بتعرفوا امتى ربي بيقلبها. مين كان يتخيل بليله ما في ضوء قمر الاشتراكيه والاتحاد السوفيتي وكلياته؟ مين كان ظنن بليله ما فيها ضوء قمر نقلبت من الاشتراكيه الى الراسماليه؟ مين كان مامن شيوعيه صار لها 70 80 سنه تنمحها بساعه زمان؟ نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك نكون دائما بالتفاؤل واعظم في اعظم الظروف واقسى الاحوال. فدائما ما بيتحمل التفاؤل الا الرجال الابطال. خليك دائما من الرجال، تفاءل دائما. تفاءلوا بالخير تجدوه. سيدنا علي كان طالع بده يروح الى غزوه من الغزوات، بعض المنجمين قال له يا امير المؤمنين ارجوك لا تروح، فاني ارى النجم غير موافق، واذا رحت بدك تخسر. سيدنا علي قال له حطوه بالسجن. ونزل للمعركة فانتصر وربح ربح كبير ورجع. قال له جيبوا له الكذاب هذا. قال له نصرنا الله ونفلنا، يعني ربحنا مرابح كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو لئن عدت إليها ثانية لأفصلن رأسك عن جسدك. قال توبي خلص توبي. تفائلوا بالخير، انه اذا رايح النجم مواتي. نحن ما ماشيين بالنجم، ماشيين بتقدير الله. والله عز وجل مهيئ شيء من فضله لهذه الامه. الله يرضى عن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قال كلمه، قال سيروا مع اصحاب الهمم. سيروا مع أصحاب الهمم، لا تمشي مع واحد همته باردة، لا تمشي مع واحد يائس. دائما ندور على اللي له همة عالية. الله بده ينصر الإسلام. نعم، دين الإسلام دينكم ولا دينه؟ جاوبوني، دينكم ولا دينه؟ بزل دينه العزل الإسلام ولا لغير الإسلام؟ يعني شايفين تكون كلها توصل ضد الإسلام، هي من أجل نصرة الإسلام. كلهم عم يحاربوا الإسلام، عم يحاربوا الإسلام. وبكرة بتسمعوا الرجال كلها اللي حتصحى. أنا شفت الخواني لما التقيت فيهم قالوا لحنا بنعتذر، وقبال اعتذارنا نعتذر عن الحروب الصليبية، لأن الحروب الصليبية ما كانوا مسيحيين أصليين. نعتذر، هي أول خطوة اعتذروا. ثاني خطوة بدنا ندخلوا في الإسلام وتيقنوا أن الإنسان في القرن العشرين قرن الإسلام، قرن 21 هذا قرن الإسلام. وأرجو الله أن ربي عز وجل بيسعدني وبيسعدكم، بس تعلموا دين الله يا أبي. بكرة إذا أجاك واحد مسيحي قال لك أنا بدي أسلم، شو بتقول له؟ والله أنا ما بعرف، روح لعند الشيخ. هي ما بعرف. إذا قال لك أنا بدي أسلم ما بيجوز تخطي خطوة إلا تقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله. أما تقول له والله ما بعرف، فأنت معناتها رضيت بالكفر. يا الساعة اللي بده يتم فيها رضيت بكفره. الإسلام ما بدك مباشرة بدك تقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله، أو تعلمه الإسلام بأخلاقه بمعاملته بصفاته. أنا في سويسرا كان في مجلس نساء
حضروا ما يقارب 1000 امرأة من سويسرا ومن ألمانيا، وكان مؤتمر مجتمع. عاد عم أحكي لهم عن جمال الإسلام وهذا الإسلام، فجت امرأة نعم قالت يا عم تحكي لنا على جمال الإسلام وعلى حلاوة الإسلام، ليش ما بتحكي لنا على ظلم الإسلام؟ الإسلام ما في ظلم، لكان شلون اضربوهن ضرب المرأة مو ظلم؟ يا سلام تلا بارك الله فيك. اسمعي الإسلام كيف يضرب، ضرب الإسلام الله قال واضربوهن، نعم ما اضربوهن فش خلق، الله عز وجل جعل للطلاق 4 مراحل، بدك تتبع 4 مراحل قبل ما تطلق، ما تطلق خلقك دغري طالق، 4 مراحل. الله قال واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز تسب امك تسب ابوك تحكي عليك يكون لسانه بارد، كنا نشوز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، اول دواء موعظه، جيب لها الايات جيب لها الاحاديث جيب لها كلام صالحين موعظه، والموعظة المرأة ما بتفهم من جوزها، جيبها لعند أهل العلم يوعظوها، فعظوهن، ما قبلت ما نفعت معها الموعظة. دوتان واهجروهن في المضاجع، مر دوا مر وسط الفرشة، ما بصير تنام فرشة تانية، وسط الفرشة أعطيها ظهرك. لذلك في الإسلام بتنام أنت ومرتك بتخت واحد، ما في تختين، بالفراش أعطيها ظهرك، تبكي بكذا خليك ثابت، ما نفع معها دواء نمر ما نفع معها، نلتجئ للدواء الثالث يلي هو أمر واضربوهن. واضربوهن لكن كيف الضرب؟ كيف يكون الضرب؟ اسمعوا يا أخواتي، اسمعوا الإسلام، الضرب 3 ضربات بالكف فقط، ويحرم أن يضرب بعصا أو بغير عصا، ببربيش أو بجلدي أو بكذا، يحرم بغير الكف، 3 ضربات بالكف فقط، والضرب يحرم كذلك، على وجهها لا يجوز، وعلى صدرها لا يجوز، وعلى نقرتها ما بجوز، 3 أماكن خطر يحرم الضرب فيهن. إذا وين بده يضرب؟ له من الكتفين إلى الركبتين، من الظهر من الكتفين إلى الركبتين يضرب 3 ضربات، 3 ضربات، فإن ضرب الرابعة أثم وارتكب المعصية، 3 ضربات من الكتف فزت المرأة، قالت لي هذا الإسلام هيك؟ هذا الإسلام، قالت لي هذا مو ضرب، هذا هي نغرش، يا عمي نغرش هي، خليني أنا بدي أسلم وخلي كل يوم يضربني، هي قالت بدي أسلم واللي من جنب موجود، قال كلياتنا أسلمنا كلنا بنسلم، إذا كان هيك الإسلام هذا الضرب، 3 ضربات من الكتفين إلى الركبتين، ولا يجوز بعصا ولا يجوز ببرديش ولا يجوز، عندنا الضرب هنيك نسأل الله السلامة، بينزل الحميمة أدميمة حميمة ما بيقولوا، فالإسلام 3 ضربات، فأنت فهمت يا ترى الإسلام شلون الضرب؟ قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر. الضرب كيف على هالمستوى؟
يحرم الضرب على الوجه، تضرب كفين هذا حرام، وعلى القفا النقرة وهو حرام، وعلى الصدر وهو حرام، على الظهر، وثلاث ضربات بإيدك، ويحرم بخشبة أو بغير خشبة، حرام يا ابني، هند على ابنك على ظهره تضرب ثلاث ضربات مشان تصلي، هيك انتوا عم تعملوا؟ فقدامنا يا ابني الإسلام بده ينتشر، ولا بد من نشر الإسلام في العالم، والله تعالى لا يخيب نبيه فيما قال صلى الله عليه وسلم، لذلك تحققوا بأن الله عز وجل سيعز هذا الإسلام وسيعيد هذا الدين، وعندها يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن نكون في هذا العيد عيد الرحمة الإلهية، عيد الفضل الإلهي، كل واحد فيكم الله أنعم عليه بنعمة ينشر نعمته لغيره، أحسنوا للغير، كل واحد ينقل نعمته لغيره، وإن كانت بسمة، نقول بسمتك لغيرك، ما بدأ عندك بجيبتك فيه 200 ليرة، طالع 5 ليرات لغيرك جزء، وأنفقوا مما رزقناكم، جبت خبزات رغيف لجيرانك، اشتريت خيار، خيار لابن جيرانك، أنفقوا وإن كان قليلا في مثل هذا اليوم، وأسأل الله أن يجعله علي وعليكم يوم المغفرة ويوم القبول، وكل عام وأنتم بخير، أسأل الله لي ولكم كمال المغفرة والرحمة. اليوم نحن في يوم عرفات، هلا الحجاج صلوا الظهر لسه ما أذن، متى ما أذن الظهر بيصلوا فرض الظهر والعصر، وبيبدأوا بالدعاء إلى المغرب، والنبي قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي في هذا اليوم لا إله إلا الله. امبارح كان الدرس من قال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شو الحديث؟ غفرت ذنوبه. أسأل الله لي ولكم القبول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.